جمهورنا الكريم سعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني مدير دورة كأس الخليج العربي 17 يلقي كلمة اللجنة المنظمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. يتجدد اللقاء ويلتقي الأشقاء هنا في دوحة المحبة، يلتقي جمع الأحبة هنا في دوحة الحب الوفير، وفي رحاب سمو الأمير في بلاد نبضها حب حمد. رحبوا معنا جميعا بأبي مشعل حمد راعي الحفل الكريم. وولي العهد معنا صاحب المجد تميم. جمهورنا العزيز، لننشد معا أنشودة الخليج في هذا العرس البهيج، في انطلاقة جديدة من انطلاقات دورة الخليج. اليوم نستعيد عبق الذكريات وتنساب بين جوانحنا مياه دجلة والفرات. اليوم وبعد طول فراق يعود إلينا العراق. اليوم جاءت عمان، اليوم معنا اليمن. فعطر بمسقط من أقحوان، وصوت الأصالة من ذي يزن، وتأتي إلينا بعشق الكويت، وحب تغلغل في كل بيت. واليوم تأتي بقلب فتي، إمارات حب وجود ندي. وها هيذي تقبل البحرين، بلاد المحبة منذ القدم. وها هي ذي مهبط النورين، سعودية الخير أرض الحرم. اليوم يلتقي عشق الصواري معانقا طهر الصحاري، خطوة كانت صغيرة في ربا شبه الجزيرة. مرحبا أهلا وسهلا، بيننا دارا وأهلا. درة ضمت درر، درة تدعى قطر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن اسمحوا لي ببدء مراسم رفع علم الدورة. Thank you.